بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم النهاردة في حاجة مهمة قوي اللي هي الفارماكولوجي of the neuromuscular junction، وممكن نسميها skeletal muscle relaxant. وهي مهمة مرتين. ليه؟ لأن هي بتتكلم على skeletal muscle relaxant، ودي حاجة بتستخدم في التخدير مهمة قوي، وكمان هي بتقلل كم المخدر اللي احنا واخدينه. واحنا عارفين برضو ان المخدر دوا حاجة مش كويسة، يعني حاجة اي زيادة فيها هتعمل لي مشاكل، فيبقى هي مهمة علشان كده، ومهمة قوي لان بيظهر فيها الفارماكولوجي زي التيوبوكورارين والتيوبوكورين انتاجونست، وبعد كده ممكن ندي انتاجونست تاني للتيوبوكورارين اللي كان بيعمل انتاجونيزيشن للاستايلكولين. فهنحكي الحكاية بالتفصيل، وإحنا من أهميتها عارفين إن السكيلتون مهم جدا، وخاصة إن 70% أو أكتر من كتلة الجسم عضلات، وكلها بتاخد أوامر من النيرفس سيستم. أدي النيرفس سيستم، سواء السنترال نيرفس سيستم اللي هو بيدي الأوامر للعضلات سواء من البرين أو من السباينال كورد، وفي كمان ظاهر السمباثيتك والباراسمباثيتك. اللي احنا عايزين نقوله ايه هنا؟ هنا ان كل عضله وصل لها نيرف، وعند التقاء النيرف بالعضله بيبقى ده النيورو ماسكولار جانكشن، ده زي ما انت شايف الصوره دي. فده الحته اللي هتهمنا وهنتكلم عليها. ليه؟ لان ده سينابس، وهنا مكان لفعل الادويه اللي بتشتغل بريفرال في النيرفس سيستم نفسه. بقى في السي ان اس يبقى الادويه اللي بتشتغل سنتر. هنا ده النيورو ماسكول جانكشن بالتكبير. ادي النيرف جاي زي ما انتم شايفين، وادي الفيزيكلز اللي اتصنعت، وبعد كده يحصل لها ريليز وتقعد على الريسبتورز في البوست سينابتيك ممبرين. يبقى انا عندي بري سينابتيك زي ما انت شايف، وعندي بوست سينابتيك، وعندي سينابتيك كليفت، وعندي نيورو كيميكال ترانسميتر بيطلع. يعني هنا بقى أنا عندي الفارماكولوجي كله في نيورو كيميكال ترانسميتر وبري سينابتك وبص سينابتك وفي ريسبتور. فتعالى نعرف الحكاية. أدي السينابس، وده الجنكشن بتوين النيورونس وبين الماسلز، وإحنا هنسميه النيورو ماسكولار جنكشن. ده الموتور يونت اللي جاي لها الأمر، بس جاي لها منين؟ من السباينال كورد. ومع السباينال كورد ادي البريفرال نيرفس وصل للعضلات، وهنا النيورو ماسكولار جانكشن، ويحصل ريليز الاستايلكولين هنا. والمسل لما يكتمل الاستايلكولين في الاوكيوبيشن لموست اوف ذا ريسبتورز يحصل اكشن بوتنشال، ويحصل اكشن اللي هو الكونتراكشنز. وده زي ما انت شايف كده بهذا الوضوح. انا عندي موتور نيورونز، وادي السباينال كورد، وادي النيوكلياي مطلعه النيرف، والنيرف واصل للسكيليتال ماسلز، وده رسم تكبيري ليه وللنيورو ماسكولار جانكشن. كلام جميل، لان احنا كده الدنيا هتسهل علينا. عندنا بري سينابتك ممبرين، وعندنا سينابتك كليفت، وعندنا بوست سينابتك ممبرين، وعندنا اكشن بوتنشال، وعندنا الكتريك امبلس، وعندنا نيورو كيميكال ترانسميتر، وعندنا ريسبتورز. هنا الفسيولوجي اللي بيحصل، ادي الفيزيكال وفيها الاستايلكولين، والاستايلكولين زي ما انت شايف هنا سينثيسايد، بيحصل له تخليق من الاستايل بلس الكو انزيم ايه اللي هو استايل كو انزيم ايه زائد الكولين، عمل لي النيورو كيميكال ترانسميتر الاستايلكولين. الاستايلكولين حصل له ريليز، قعد على الانكوبيشن اوف ريسبتور، لازم يمشي بسرعه عشان يجي استايلكولين يعمل اكشن بوتنشال اخر، فلازم يجي الاستايلكولين ستريس، والاستايلكولين ستريس هيكسره هنا، وهنا حصل الكونتراكشن، والقصه بقت جميله. ده رسم جميل قوي قوي قوي، هذا الرسم الجميل في النيورونز. وادي الاكسونز، وادي في اخر الاكسونز واصل البري سينابتك، وهنا هتبقى في العضلة، وده السينابتك كليفت زي ما مكتوب عليه. هنا بيحكي لك الحكاية بشكل جميل، بيقول لك ان بيحصل في الجيولوجي أباريتس التكوين بتاع الأستايلكولين والفيزيكلز، وبعد كده بيرحل في كل هذه المسافة
في الأكسونز في الميكروتوبيولز، وبعدين تنفرد الفيزيكلز اللي فيها الأستايل كولين، وبعد كده يحصل له ريليز وقت ما انت عايز، وقت ما انت بتحرك، وقت ما انت بتعمل الكوبريشن بتاع العضلات بتاعتك، وده او العضلات بتاعت الحصان او بتاعت الحيوان، وده تكبير للأستايل كولين، وهو بيحصل له ريليز وبيحتل الريسبتورز ويدي الأكشن بوتنشال. هنا الخطوات أوضح وأجمل، وشوف جمال الرسم. أكشن بوتنشال، الفولتج جيتد كالسيوم شانل ريسبتورز اللي هي هتفتح دي لما يجي الأكشن بوتنشال من فوق من المخ، بعد لما يجي الخطوة اللي بعديها على طول الكالسيوم يخش، الكالسيوم بيشعل الدنيا داخل الخلية، وبتبتدي عملية الديبولاريزيشن بعديها مباشرة، ويحصل على طول الريليز اوف ذا نيورو كيميكال ترانسميتر الاستايل كولين الاحمر ده. والاستايل كولين هذا الملكيول الصغير يحتل الاستايل كولين ريسبتورز، ولما يحتل الاستايل كولين ريسبتورز يحصل في الكونتراكشنز للعضلة، والنيورو ترانسميتر دوا لابد ان هو يحصل له ريموفال، فبيجي الاستايل كولين ستريس زي ما انت شايف في نمبر 6 بالظبط، يجي الاستايل كولين ستريس يكسروا، ولما يكسروا يجي استايل كولين تاني وتستمر الحياه. هنا بيبين لك اهميه الكالسيوم، وازاي ان الكالسيوم هو اللي بدا الديبولاريزيشن، وهو اللي عمل الصوديوم بوتاسيوم بامب، وحصل خروج وريليز للكيميكال ترانسميتر. هنا بيوصف لك الخطوات دي علشان انت تبقى سهلة عليك وانت بتقراها. ايه اللي بيهمنا هنا؟ الكالسيوم كاتاينز، داي كاتاينز. تخيل ان احنا لما بنحقن الحيوان بمغنيزيوم سلفيت بيحصل ريلاكسيشن للعضلات، لان المغنيزيوم ايونز انتاجونايز او بتحل مكان الكالسيوم، فما بيحصلش ديبولاريزيشن ولا فولتج جيت تشانل بتفتح، لان ده مش كالسيوم، فتقف عملية الكونتراكشن من اصلها بواسطة فقط لا غير ان انت حقنت الحصان او الحيوان اللي انت بتعمله على العملية مغنيسيوم سلفيت. وهنا عرفنا المغنيسيوم انتاجونايز كالسيوم، لان الكالسيوم اساسي لعملية الكونتراكشنز. وانتوا عارفين طبعا المغنيسيوم سلفيت ده ببلاش، يعني كيلو ببلاش كده، والحيوان ما بياخدش كتير من المغنيسيوم سلفيت، وبيديك السكيليتال ماسل ريلاكسيشن، والمودف اكشن هو انتاجونايز الكالسيوم عند المايونيورال جانكشن. ده الافكت اوف استايل كولين على البوست سينابتيك. زي ما احنا اتفقنا بنكمل القصه، البايندنج اوف استايل كولين للريسبتورز، وبعد كده الصوديوم والبوتاسيوم اكستشينج، بعد كده بيحصل ريليز للاستايل كولين وبيقعد على الريسبتورز، ويجي الاستايل كولين ستريز يكسره. ده الاند اوف نيوروماسكولار ترانسميشن بواسطة الأستايل كولين ستريس. هنا خد بالك في حركة جميلة جدا أنت بتعملها بالدواء، إن أنت ساعات بتدي أنتي أستايل كولين ستريس، فيحصل إيه؟ يحصل إن الأستايل كولين اللي بيقعد مش هيكسر بالأستايل كولين ستريس، لأن أنت اديت مادة أورجانو فوسفورس كومباوند مثلا أو نيوستجمين بيتحد مع الأستايل كولين ستريس اللي بيكسر الأستايل كولين، فالأستايل كولين ما يكسرش، فيحصل بقى كونتراكشنز جامد وتريمورس وكونفولشن، وممكن الحيوان يموت. فلابد من حل، وفي حل سهل قوي وجميل، إن احنا بنحقن أنتاجونست بقى الأستايل كولين. ده بيوقف العملية زي الأتروبين علشان يمنع مشاكل الأستايل كولين الذي زاد، ودي حاجة مهمة جدا في الطب البيطري. القصة تاني لأهمية الفسيولوجي، بنقولها الفسيولوجي of skeletal muscle contraction النورمال اللي عندك وعندي وعند أي حيوان، motor nerve impulse release of acetyl كولين، أديك شايف أهو release of acetyl كولين binds with the nicotinic receptor. دي حتة مهمة، إن العضلات فيها نيكوتينيك ريسبتورز للأستايل كولين. ليه؟ علشان لو جبت أنتاجونست يبقى إيه؟ نيكوتينيك أنتاجونست، أو بيقعد على النيكوتينيك ريسبتورز. بعد كده عندك الديبولاريزيشن، المسل أكشن بوتنشال، والأستايل كولين على طول يكسر بالكولين ستريس، وبعد كده إيه؟ المسل بتبقى ريدي للكونتراكشن. خد بالك أن الدوائيات ممكن تتداخل مع أي خطوة من الخطوات دي، والحتة دي فكر فيها
هتجد ان في ادويه كتيره ممكن تتدخل مع كل خطوه، وده كويس لفهم الستيبس اوف نيورو كيميكال ترانسميشن في البريفرال نيرفس لما يوصل للسكيليتال ماسلز. وده لمزيد من الفهم ادي النيورو ترانسميتر مولكيول. النيورو ترانسميتر مولكيول اللي موجود هنا هيحصل له بعد كده الاكشن بوتنشال ارايفل. بعد الاكشن بوتنشال الكالسيوم يطلع يشعل الدنيا زي ما اتفقنا، يحصل ريليز للاستايل كولين، يحتل الاستايل كولين الريسبتورز، يحصل الكونتراكشنز. اللي انا عايز اقوله هنا ان لابد تراجع الخطوات بتاعه السنسز. ليه؟ لو انت دخلت ماده زي الكولين مكان الكولين هيتكون، مش هيتكون الاستايل كولين، سي انها هيميكولونيوم فيتكون اسيتايل هيميكولونيوم، ده بقى ما يعرفش يقعد على الريسبتور. طيب انت ايه منعت السنسز اوف اسيتايل كولين؟ ممكن تمنع الاكشن بوتنشال يا رب بلوكال انستيك، ممكن تضاد الكالسيوم يا رب بمغنيسيوم سلفيت. بعد كده الترانسميتر مولكيول ديفيوز هيوصل هنا بوست سينابتك، يبقى اكيد في دواء بيشتغل على البوست سينابتك ويمنع احتلال الاستايل كولين للبوست سينابتك ريسبتورز، ولما يمنعه يبقى الدواء ده اكتنج بوست سينابتيكلي زي التيبوكورين اللي هنتكلم عليه. هنا زي ما انت شايفين التيبوكورين في الرسم الجميل دوا عليه النيجاتيف هو انتاجونست للاستايل كولين اللي هو اجونست عند النيكوتينيك ريسبتورز. الرسم ده بيوضح لي كمان ان النيكوتين اجونست عند النيكوتينيك ريسبتور زيه زي الاستايل كولين، ودي معلومه جميله ان النيكوتين والاستايل كولين اجونست عند النيكوتينيك ريسبتور بتاعه النيورو ماسكول جانكشن. يكفي في جمالها ان النيكوتين واللي بيشرب سجاير كتير دوا بيقعد النيكوتين على الريسبتورز دوا، فكل شويه يشرب سيجاره يشرب سيجاره الريسبتور نفسه بيبوظ. وعشان كده بتلاقي الناس اللي بتشرب سجاير ده لازم عضلاتها تبقى ضعيفه، ما يقدرش يطلع سلم مثلا 4-5 ادوار، يتعب بسرعه نتيجه اللي بيحدث منه كاجونست في هذه الريسبتورز والتغيرات اللي بتحصل فيها، ده غير اللي بيحدث في الرئه والكلام ده. انما المعلومه الاساسيه ان التيوبوكورين انتاجونست للاستايل كولين عند النيكوتينيك ريسبتورز اللي هي في النيورو ماسكولار جانكشن. المعلومه الثانيه اللي جميله ان ده النيورو كيميكال ترانسميشن بتاع الاستايل كولين، وان في مراحل كتيره جدا في بعض الادويه وبعض السموم قد تتداخل مع من السموم، وهتاخدها في التوكسيكولوجي ثاني التيتريدوتوكسين، وده طالع من سمكه كده ساعات يسموها سمك الارنب، لما حد ياكلها التيتريدوتوكسين ده يطلع ويعمل باراليسيس وما يقدرش ياخد نفسه. أتاري التيتروتوكسين بيمنع الديبولاريزيشن بتاع الصوديوم والفوسفات، وبيمنعه كمان في البص سينابتك مش في البري سينابتك بس، بيمنع الاثنين. وعندي في توكسين تاني بيمنع الكالسيوم تشانل اللي هي الفولتج جيتد كالسيوم تشانل، وعندي كمان الدندروتوكسين بيمنع البوتاسيوم تشانل انها تدخل البوتاسيوم، فالدنيا بتبوظ وما يحصلش الديبولاريزيشن وما يحصلش كونتراكشن. في حاجه احنا مسؤولين عنها في مراقبه الاغذيه، ان بعض الاغذيه بتبقى ملوثه قد تتلوث، خاصه المعباه او المغلفه او الانيروبيك، فانيروبيك كونديشن سدين او حاجه، البوتولينيوم توكسين بيجي من الكوليستيريديوم بوتولينيوم ويتكاثر، فده بيمنع الاستايل كولين ريليز، فبالتالي يحصل ماسل ريلاكسيشن وسفوكيشن. التيتانوس توكسين برضو بيمنع الاستايل كولين ريليز، وتلاقي الحصان جاي لك متخشب نتيجه الاستايل كولين ريليز اللي اتمنع بواسطه التيتانوس توكسين اللي جاي من مسمار في حدوه الحصان فعمل لك التشنجات دي. هنا اهم حاجه ان التيوبوكورين عمل انتاجونست عند النيكوتينيك ريسبتورز الاستايل كولين، وفي مواد ثانيه بتقدر انترفير مع النيوروكيميكال ترانسميشن عند النيكوتينيك ريسبتورز، ودي ماده في غايه الاهميه اللي هي الاورجانوفوسفورس كومباوندز او الداي ايزوروفلوروفوسفيت، دي ماده ثانيه، انما كلهم اورجانيك فوسفورس كومباوندز بيمسكوا مع الاستايل كولين ستريس، فالاستايل كولين اللي بيحصل له ريليز يفضل مالي الدنيا، وبالتالي يحصل
تشنجات وتريمورس، وده طبعا هيؤدي الى نفوق الحيوان. بيجي الدكتور يحل المشكله دي بسرعه جدا بواسطه نيكوتينيك دراج انتاجونست وبواسطه مسكرينيك انتاجونست زي الاتروبين، وده بيبقى حاجه جميله جدا. فشفت بقى ازاي ان الادويه دي بتنفعنا. انت كمان عندك في النيوروكيميكال ترانسميشن، عندك هنا النيوروكيميكال ترانسميشن، الرسم ده من كتاب ليبنكوت، اشهر كتاب فارماكولوجي في الطب وفي الصيدله والطب البيطري، في معلومات فارماكولوجيه واضحه وسهله بالديجرام زي السينسز اوف استايلكولين، ده رقم واحد. يبقى في ادويه بتتدخل في السينسز، الابتيك والستورج في الفيزيكال، في ادويه بتتدخل في الابتيك والستورج. الريليز اوف ذا نيوروكيميكال توكسينز، زي ما انت شفت ادويه كثيره جدا او سموم كثيره جدا بتمنع الريليز. بعد كده ده البايندنج اوف استايلكولين ريسبتورز، في ادويه بتمنع هذا البايند. ملخص الحكايه كلها في هذا الرسم الجميل للسينابس بتاعت النيورو ماسكولار جانكشن، وازاي ان في ادويه كثيره ممكن بري سينابتك تتداخل وادويه بوست سينابتك تتداخل، وملخص لك الحكايه الموتور نيورون والاكشن بوتنشال، وبعد كده الكالسيوم يخش، وبعد كده يحصل الديبولاريزيشن في الخطوه رقم 3 وريليز اوف استايلكولين بعديها على طول، بعد كده هيحصل الصوديوم انتري بوست سينابتك، بعد كده هيحصل بقيه الخطوات اللي انت شايفها دي، بحيث ان الاستايلكولين يحتل الريسبتور. اذا كان موجود تيوبوكولين يبقى هو كومبيتيتيف انتاجونست عند النيكوتينيك ريسبتورز في النيورو ماسكولار جانكشن. لو عندك ساكسينايل كولين يبقى برضه بيشتغل على النيورو ماسكولار جانكشن وعلى الريسبتورز بتاعت الاستايلكولين وبص سينابتك، بس بنسميه احنا ديبولارايزنج نيورو ماسكولار بلوكر. والحكايه كلها زي ما انت شايف حكايه كيميكال ترانسميشن وحكايه نيورو كيميكال ترانسميتر وحكايه انتاجونست على الريسبتورز. وفي الفيديو القادم بقى هنقول لك الكلاسيفيكيشن اوف اول دراجز اكتنج على النيورو كيميكال ترانسميشن. واحنا في الفيديو ده ركزنا على الفسيولوجي اوف ذا نيورو كيميكال ترانسميشن وهاو تيوبوكولين انتاجونايز الاستايلكولين عند النيورو ماسكولار جانكشن. شكرا شكرا. كلنا عارفين رب صورة خير من ألف كلمة، علشان كده هنجيب لكم صورتين حلوين يشرحوا الكلام، لأن عادة التعلم بيبقى بالصور وبالرؤية أجمل من التعلم بالسماع وأبقى. فإحنا هنا عندنا إيه في الصورة دي؟ عندنا النيورو ماسكولار جانكشن، ده النيورو ماسكولار جانكشن، وديك شايف آدي السكيليتال ماسلز وآدي النيورون اللي داخل فيها، وده السينابتك كليفت، ودي طبعا النيورو ماسكولار اند بليت، وادي الريسبتورز بتاعت الاستايلكولين، وجي الاستايلكولين حصل ريليز بالستبس اللي احنا اتفقنا عليها. بعد كده لو انت جبت تيوبوكولين اللي هو ده وجي قعد على الريسبتورز هيمنع الديبولاريزيشن لانه كومبيتيتيف انتاجونست، وبمنع الديبولاريزيشن طبعا الاستايلكولين مش هيحصل له ريليز، فيبقى ده الكومبيتيتيف انتاجونست افكت اوف تيوبوكولين. وده الملخص بتاع الحكايه كلها. والصوره الثانيه دي تكبير للصوره الاولانيه، لمجرد ان احنا نعرف ان كل الفارماكولوجي هي اجونست وانتاجونست، وهنا الفارماكولوجي في النيكوتينيك ريسبتورز او في النيورو ماسكولار جانكشن الاجونست اسيتايلكولين، انما الكومبيتيتيف للتيوبوكولين. وبما انه كومبيتيتيف وانتاجونست يبقى مش هيحصل ديبولاريزيشن، فهنسميه نان ديبولاريزر نيورو ماسكولار انتاجونست او كومبيتيتيف نيورو ماسكولار انتاجونست.